والثلاثينيا وسكت السن الكلام الجميل ده هنقوله، كل ده هنقوله ما تقلقش، بس انا عايز انقض على الجزء اللي هو الهيماتولوجي اللي هو تقيل، الجزء التقيل هو بسيط برضه ان شاء الله. وعايز اقول يعني ايه انه الهيماتولوجي بالنسبة لمادة الكلينيكال باثولوجي هي تعتمد اعتماد كلي على الهيماتولوجي، يعني انت كده بتعتبر نفسك انك انت بتذاكر البطنة وبتذاكر في نفس الوقت كمان اللي هي الكلينيكال باثولوجي في نفس الوقت ان شاء الله. تمام كده؟ وفي حاجات يعني في المذكرة احنا هنفوتها مش هتبقى يعني كده، بس هو معلش بس اكملوا، تعرفين ان الورق اصلا صفحه وصفحه، وبعدين الورقه دي بالذات سميكه عشان الكالرز يعني وكده، هتلاقي البتاع مدملك في ايديك كده، ما تقلقش يعني يقول لك بتاع تخين، لا هو يعني تقسمه خليه وش وش هتلاقيه كويس قوي، الصفحه بس هي تخينه شويه معلش. تعالى بقى هات صفحه 39 خش عليها على طول عشان ناخد جزء الواي بي سي الاول، لان الجزء الواي بي سي هو اللي فيه المشاكل. عايزين نخلص من المشكله دي بقى. فعندك صفحه كده مثلا، دي صفحه مثلا انت هتبص فيها مره وبعد كده مش هتبص فيها تاني. بس ايه نفتكر الاول ايه هو الواي بي سي ديفلوبمنت، الواي بي سي ديفلوبمنت. فانت هتلاقي عندنا في حاجة اسمها مايلويد، ده طبعا التوتال ليكوسيتيك كاونت، كلنا عارفين التوتال ليكوسيتيك كاونت ده بيبقى حوالي من 4000 ل 11000، لازم ده يبقى رقم محفوظ. طيب نيجي بقى نشوف، هنلاقي ان الواي بي سي هي تو لاين، في مايلويد لاين وفي ليمفويد لاين. المايلويد لاين ده اللي هو بيطلع منين يا اولاد؟ ده اللي هو بيخرج من اللي هو بيطلع منه يعني النتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل والايه؟ بالظبط. لكن في الليمفويد لاين اللي هو بيطلع منه اصلا الايه؟ الليمفوسايت. طيب تعالى نشوف كده الديفلوبمنت كده ماشي ازاي. فانت بص لي على اللاين اللي على ايدك الشمال اللي هو بتاع المايلويد، هتلاقي المايلويد لاين ماشي ازاي. خلي بالك عشان انا لما افهم دي هفهم اللوكيميا، من غير ده مش هفهم اللوكيميا، لان اللوكيميا اصلا المشكله الهيماتولوجي اللوكيميا والليمفوما والمايلوبروليفيرتيف وحاجه اسمها مالتو مايلوما، مجموعه سرطانات في بعض كلها شبه بعض. فانا لو انا فهمتهم هتلاقي الموضوع سهل قوي ان انت تقدر تذاكرهم. دي النقطة. فهتلاقي المايلويد لاين ابتدى بكلمة مايلوبلاست. كلمة ايه؟ مايلوبلاست. خلي بالك. ثم بعد المايلوبلاست راحت بقت حاجة اسمها برو مايلوسايت. ثم مايلوسايت. ثم في الاخر بقت ايه؟ نتروفيل. يبقى فين هنا الخليه المتيور؟ النتروفيل. دي الخليه المتيور. ما فوقه كله يعتبر الماتيور. بس خلي بالك من كلمه مايلوبلاست. كلمه مايلوبلاست. كلمه بلاست في الهيماتولوجي، يعني في علم الهيماتولوجي هتسمع كلام كتير قوي اسمه بلاست. بلاست بلاست هي خليه، عايزين نكتب اللفظ ده على شمالنا، البلاست هي خليه كبيره الحجم وصغيره السن ومكانها بيبقى البون مارو. حقيقه مكانها الطبيعي هو البون مارو. يبقى هي خليه حجمها كبير سنها صغير لا توجد في الغالب الا في منطقه
البوم. انما الخلايا البروميلوسايت والميلوسايت دي خلايا اصغر حجما، خلي بالك حجمها اصغر. يبقى البروميلوسايت ميلوسايت دي الحجم صغير، حجمهم اصغر شويه. طيب دلوقتي هنا لو جيت انا قلت انا عايز اعمل لوكيميا من المايلويد لاين، هتطلع اللوكيميا عامله ازاي؟ فيقول لك ايه؟ خليك معايا. لو حصل البروليفريشن في الستيج بتاعت المايلوبلاست، يعني المايلوبلاست دي هي اللي عملت البروليفريشن، هتسمي اللوكيميا دي اكيوت مايلويد لوكيميا. ما تكتبش بس، استنى كل ده جاي، بس انا عايز الاول افهمك ايه الموضوع. يعني انا دلوقتي عندي لوكيميا مايلويد لاين، لوكيميا لينفويد لاين. اللوكيميا المايلويد لاين اللي هي ايه؟ اللي هي لو انا جيت رحت مطلع ابنورمال بروليفريشن من المايلوبلاست هيحصل ايه؟ اكيوت، خلي بال حضرتك، اكيوت ايه؟ مايلويد لوكيميا. طب لو انا طلعت اللوكيميا يعني بروليفريشن من الخلايا اللي بعد المايلوبلاست اللي هي مين؟ اللي هي مايلوسايت برو مايلوسايت، الخلايا دي لو طالع منها اللوكيميا هتبقى اسمها كرونيك مايلويد لوكيميا. طب ليه قالوا كده؟ خلي بالك بس معايا من راحتك. قالوا كده ليه؟ لان البلاستات اللي هي هنا عندك اسمها ايه؟ مايلوبلاست. احنا قلنا البلاستات دي عباره عن ايه؟ خلايا حجمها كبير، حجمها كبير، ويقال انها اجريسيف. فاذا حصل فيها ابنورمال بروليفريشن في البومارو، خلي بالك ازاي، وهي حجمها كبير، هتروح ضغطه بسرعه على كل الاستراكشرز بتاعت البومارو، البليتلت والار بي سي، فسرعان ما يحدث ثرومبوسايتوبينيا وانيميا، وهنسمي القصه دي بون مارو فيلير. فتلاقي المريض حالته الكلينيكال تتدهور بسرعه شديده، ومن هنا سموها اكيوت لوكيميا. يبقى ليه الاكيوت لوكيميا بتبقى البروليفريشن في منطقه البلاست؟ لان هي البلاست كبيره، فبروليفريشن في بلاستات كبيره هتبتدي ان هي بسرعه تانفلتريت البون مارو كله، وتلاقي البون مارو بقى اتملى ابنورمال اماتيور سيلز في صوره مايلوبلاست، تضغط على البليتلت وتعمل ثرومبوسيتوبينيا، وتروح ضغطه على الار بي سي وتعمل انيميا. حتى انت لو بصيت في اللاين بتاع المايلوبلاست اخره نيتروفيل، النيتروفيل نفسها مش هتطلع، لان خلاص المايلوبلاست هي اللي بتبروليفريت وعماله تضغط على البون مارو، فتلاقي البون مارو حدث فيه شلل تام، ويسمى ذلك بون مارو فيليار. القصه دي بتاخد يعني ايه يا دكتور؟ اسبوعين ثلاثه تلاقي المريض وقع في الارض. هي دي عشان كده سموها اكيوت لوكيميا. لكن لو واحد جاله بروليفريشن في المايلويد لاين، في انهي مايلويد لاين بقى؟ اللي هو الخلايا اللي في الوسط اللي هي برو مايلوسايت او مايلوسايت، هبص لاقي شويه الخلايا دي عشان حجمها صغير، واخد بالك، لو حصل فيها بروليفريشن هتلاقي البروليفريشن عشان الخلايا دي حجمها صغير، مش هيضغط بسرعه على البون مارو، مش هيعمل بون مارو فيلير بسرعه، لا، هتلاقي المريض عايش باللوكيميا شهور وسنين احيانا طويله، وليت خالص لما يحصل بون مارو فيلير. وعشان كده سموها ايه؟ سموها كرونيك مايلويد لوكيميا. يبقى كلمه لوكيميا مايلويد يعني خارجه من المايلويد لاين. اذا كان السيل اللي عامله العامله السوداء المايلوبلاست اصبحت اكيوت لوكيميا عشان ايرلي بون مارو فيلير.
اما اذا كانت الخلايا اللي في الوسط هي اللي عامله البروليفريشن، ده هيبقى في الغالب هتبقى كرونيك مايلويد لوكيميا. في طبعا خلايا تانية في المايلويد لاين يقول لك ايه، ايزينوفيل بلاست، بيزوفيل بلاست، ما هي برضو ايزينوفيل بلاست هتقلب لايزينوفيل بعد كده، بيزوفيل بلاست هتبقى بيزوفيل بعد كده، الكلام العادي. نخش بقى على الليمفويد لاين، هتلاقي الليمفويد لاين بتبدا بايه؟ ليمفوبلاست، اول حاجه ليمفوبلاست، ثم بري ليمفوسايت. جنب كلمه بري ليمفوسايت هتكتب هذا اللفظ اللي هو ايه؟ اماتيور ليمفوسايت. هتبقى ايه؟ هتكتب هنا اماتيور ليمفوسايت، واخد بالك انت ازاي؟ ثم تروح رايح على طول على الايه؟ الماتيور ليمفوسايت العاديه. يبقى انا دلوقتي انا بقى عايز دلوقتي اعمل ايه بقى؟ عايز اطلع لوكيميا من هذا اللاين. لو طلعت اللوكيميا من هذا اللاين، خلي بال حضرتك، لو طلعت اللوكيميا من هذا اللاين اللي هو من الليمفوبلاست نفسها، يبقى دي بلاست، يعني خليه كبيره الحجم، فهتنفلتريت البومر بسرعه، فتطلع نوع اللوكيميا ايه هنا؟ اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا. ودي اللوكيميا الشهيره اللي بتيجي في الاطفال، اللي هي بتيجي دايما في الاطفال. لو جت البروليفريشن في مرحله البري ليمفوسايت او الاماتيور ليمفوسايت، دي خلايا نسبيا مش كبيره، فالبروليفريشن بتاعها، واخد بالك انت ازاي، هي مش هياثر قوي على البومر، ومش هيحصل بومر فيلير الا ليه، وتصبح اللوكيميا كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا. يبقى انا كده حسيت ان في مايلويد لاين والليمفويد لاين. المايلويد لاين او الليمفويد لاين فيهم مراحل اسمها بلاست. لو البروليفريشن حصل في مرحلة البلاست دي جوه البوم مارو، البوم مارو هيحصل فيه فيلير، وتلاقي المريض على طول في خلال مش عايز اقول لك فيو ويكس تلاقيه يعني بقى تعبان جدا جدا جدا، وربنا يستر عليه، وفي ناس بتموت. لكن لو البروليفريشن حصل في المراحل اللي في الوسط دي، هتلاقي البوم مارو فيلير يحدث مؤخرا، وبالتالي الكورس بتاع اللوكيميا بيبقى برولونجد، وتبقى اللوكيميا هنا نوعها حقيقه يعني كرونيك مايلويد لوكيميا او كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا. تمام كده؟ اقلب الصفحه يا سيدي، هتلاقي مكتوب عندك انه الاماتيور. تعالى بقى احنا هنتكلم عن، احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ على الليكوسايت. عرفنا التوتال ليكوسيتيك كاونت كام؟ 4000 11000. فدلوقتي بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك الاماتيور فورم في البريفرال بلاد بالنسبه للواي بي سي اقل من 3%. يعني طب مين هم بقى معلش الاماتيور فورم؟ هات لي بقى كده معلش الصفحه اللي فاتت تاني عشان بس نفهم الموضوع. خلينا في المايلويد لاين، فين الماتيور واي بي سي؟ نتروفيل. النتروفيل، يبقى انا معظم النتروفيل دي هي معظم مثلا اللاين ده كله ايه؟ نتروفيل. هتلاقي مثلا 1% 2% اماتيور واي بي سي نورمالي فين؟ في البريفرال بلاد. بس اللي هم مين هم الاماتيور؟ عارف مين؟ برومايلوسايت. مايلوسايت، لكن مش هيبقى فيه مايلوبلاست. خلي بالك الاماتيور دي اللي هي في الوسط. عشان كده انت ساعات تيجي تقول ايه يا دكتور، انا عملت بلاد بيكتشر مش عارف لاخويا ولا ايه، فبصيت لقيته ايه عنده شويه برومايلوسايت ومايلوسايت، بس يعني هما كام؟ 2%. عادي عادي ما تخافش. طيب امال امتى يحصل كلمه كده اسمها شيفت تو ذا ليفت؟ كلمه شيفت تو ذا ليفت في البون مارو معناها ان البون مارو عمل بروليفريشن شديد،
من قبل الواي بي سي، عمل بروليفريشن شديد من قبل الواي بي سي. الواي بي سي عامله بروليفريشن جامد. طب مين اللي خلى البون مارو يعمل بروليفريشن جامد من قبل الواي بي سي؟ بيتهالي لوجيك انفكشن. يبقى اللي عنده خراج او اللي عنده انفكشن هنلاحظ عنده ايه؟ هنلاحظ عنده ايه؟ هنلاحظ ان هو عنده ليكوسايتوزيس، مش كده برضو ولا لا؟ بس هتلاقي كمان الاماتيور فورم هتلاقيها مور ذان 3%. ليه بقى؟ لان زي ما تقول هنا يا اولاد البوم مارو هنا متلهوج، فلما البوم مارو هنا بيتلهوج بيبتدي يطلع مثلا نتروفيل كتيره مع الانفكشن، يروح مطلع شويه بروميلوسايت ومايلوسايت كده حبه كرواته يروحوا طالعين، فما فيش مشكله. دي اسمها شيفت تو ذا ليفت، واطلقوا عليها ليه شيفت تو ذا ليفت اقولها لك يعني في البي 12 ان شاء الله ديفيشنسي. بس خلي بالك من هذا التيرم، وخلي بالك من كلمه اللي عمل ليكوسايتوزيز وعمل شيفت تو ذا ليفت، مش بس الانفكشن، هتلاقي الهيموليسيس والهيموليج. خلي بال حضرتك، يبقى انت هنا انت فاهم ان لما بيحصل هيموليسيس ماذا يحدث؟ لما بيحصل هيموليسيس دي تعتبر امرجنسي، فالبون مارو بيشعر بالهيموليسيس يقوم كل البون مارو يعمل بروليفريشن. لو حصل هيموريج دي امرجنسي، تلاقي البون مارو كله يعمل بروليفريشن، فيروح هو ضحك عليك في الام سي كيو فيجي يقول لك في حالات الهيموليتيك كرايسيس هل بيحصل ليكوسايتوزيس؟ ايوه. خلاص، هل في حالات الهيموريج بيحصل ليكوسايتوزيس؟ ايوه. هل في حالات الهيموريج بيحصل ثرومبوسايتوزيس؟ ايوه. ما هو البون مارو عمال يبروليفريت. خلي بالك عشان تبقى فاهم هذا المعنى، ده اللي احنا بنطلق عليه هنا كلمه شيفت تو ذا ليفت. هنسيب بقى كلمه شيفت تو ذا رايت دلوقتي، ما هو ليفت ورايت دي مش مهم دلوقتي، بس نعرف هذا اللفظ. في طبعا بقى حته يعني مكتوبه تحت المربع، فبيقول لك ايه؟ انت بس علم على اول سطر اللي هو ايه يا دكتور؟ خلي بالك في حاجه اسمها يا اولاد كولوني استيميوليتنج فاكتورز. يعني ايه؟ يعني انتوا عارفين الماكروفاج والحاجات دي، الماكروفاج دي بتطلع سايتوكاينز. السايتوكاينز دي منها السايتوكاينز هي مش انترلوكينز وبس، لا دي فيها جروس فاكتورز. في اهم حاجه النهارده اسمها كولوني استيميوليتنج فاكتور، وعلم على اول واحد اسمه جرانيولوسايت كولوني استيميوليتنج فاكتور. يعني جي شرطه سي اس اف، سي اس اف يعني كولوني استيميوليتنج فاكتور. خلي بالك احسن، ده كلام مهم جدا. ليه؟ لان هذا الكولوني استيميوليتنج فاكتور بقى موجود منه دلوقتي في السوق حقن. في حقن في السوق كولوني استيميوليتنج فاكتور بنديها للعيان اللي هو عنده مشكلة في التوتال ليكوسيتيك كاونت لما يوطن، أنا أقدر أعليه بهذه الجروس فاكتور. طيب تعالى بقى بعد ما قلنا هذا الكلام الجنرال، يجي واحد كده لطيف كده من الناس اللي هم بتوع الهيماتولوجي يقابلك في الأورن، فيجي يروح قايل لك إيه؟ أول ما تقعد كده يروح قايل لك كلمني يا ابني عن النيتروفيل. هتروح قايل له النيتروفيل دي يا فندم هي تمثل معظم الواي بي سي. النيتروفيل حوالي كام في المية عندك تقريبا؟ حوالي تصل من 40 إلى ما يعني تصل إلى 70 و75% من التوتال كاون. بس ده مش مهم، أنا مين اللي يهمني؟ خلي بالك بقى من اللفظ ده، الأبسليوت كاونت. الأبسليوت كاونت، الأبسليوت كاونت ده تحفظه من كام لكام؟ من 2000 ل 7500. يعني ايه يا دكتور؟ خلي بالك من هذا المعنى، يقول لك لا قول لي الابسولوت كاونت كام، فانت تبقى مش فاهم قصده. يعني انا مثلا هدي لك مثال دلوقتي، لو انا جيت قلت لك مثلا التوتال، لو جيت قلت مثلا يعني كده ايه التوتال
الكوسين بيتكون مثلا 6000 حصل دهوت. وبعدين جيت قلت اللي هو النيتروفيل، النيتروفيل طلعت مثلا 25%. ما هو بيكتبوا كده، خلي بالك حاجات الام اس كيو بتاع الميديسن اللي هو الاسئله اللي هي بتبقى لونج هيد ام اس كيو زي ما بيقولوا، بيبقى عباره عن بروبلم صغيره يعني كده سطرين كده بروبلم او ثلاث اسطر، فيجي يقول لك والله مريض عنده كذا 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 والتوتال ليكوسيتيك كاونت بتاعه 6000 والنيتروفيل 25%. 25% نيتروفيل يبقى الابسوليوت كاونت بتاع النيتروفيل هنا كام؟ يبقى 25% من ال 6000 يبقوا كام؟ 1500. 1500 دول يعتبروا ايه؟ يعتبروا نيتروبينيا. خلي بالك من المعنى عشان بس اقول لك ايه؟ يا ابني بقول لك قول لي الابسوليوت كاونت، فالواد مش فاهم يعني ايه بيرسنت ويعني ايه ابسوليوت كاونت اصلا. احنا دايما بنبقى عايزين نعرف الابسوليوت كاونت. طب ايه بقى الكوز؟ بس يا جماعه بليز عشان خاطري صحصح شويه لو سمحت. تيك كير. الكام حصه اللي جايين بتوع الهيماتولوجي لازم تصحصح. عشان تروح البيت ما تتلبخش. الا اذا كنت انت تذاكره بقى تحفظه ده موضوع تاني. في ناس عندها قدره على الحفظ اللي بتوصل نعمل ايه؟ بلاش بقى الصيام بقى طالما انت قادر على الصيام. احنا دلوقتي اللي قاعدين دول عددهم حوالي 60 فرد مش كده؟ دول الابسوليوت كاونت يمثلوا كام بيرسنت من الدفعه؟ 5%. فهمت يعني ايه ابسوليوت كاونت؟ اقولها تاني بقى ولا ايه؟ بس فانا هنا هو الراجل بيقول لك ايه؟ مريض عنده توتال ليكوسيتيك كاونت 6000. ده الابسوليوت كاونت بتاع التوتال، فلما بيجي يديك الديفرنشال كاونت اللي هو النيتروفيل او الايزينوفيل بيحط بيرسنت. وكانت النيتروفيل 25% من التوتال، يبقى الابسوليوت كاونت كام بتاع حاله هنا الحاله دي بتاع النيتروفيل؟ بقت 1500 اللي هو ربع ال 6000. فيجي يقول لك هل الحاله دي بقى نيتروفيليا ولا نيتروبينيا ولا ايه؟ انت بسرعه تروح حاسب الابسوليوت كاونت وتقدر تعرف الايه الرقم بيبقى عامل ازاي. هيجي بقى يقول لك طب قول لي ايه هي الكوزز اللي بتعمل نيتروفيليا؟ هترص طبعا الاسباب هنا كتيره، هتجد الاسباب دي كلها جايه في المنهج لوحدها، بس احنا برضو هنا هنجمعها. يعني مثلا ايه اكتر حاجه بتعمل نيتروفيليا؟ ها؟ بكتيريا الانفكشن. حلوه دي والله. اي بكتيريا انفكشن بتعمل نيتروفيليا، مظبوط؟ طب ايه كمان يعمل لي مثلا نيتروفيليا؟ ايه رايك في التيشو بريك داون؟ زي مثلا ايه؟ عارف اللي عنده بيرن يجي له ليكوسايتوزس نيتروفيليا، اللي عنده مثلا مايوكاردال انفاركشن يروح جاي له مثلا ايه؟ نيتروفيليا. هنشوف مع بعض ان شاء الله مجموعه من الامراض جايه اسمها المايلو بروليفراتيف ديزيزز، هتلاقي زي حالات الكرونيك مايلويد لوكيميا وزي حالات مايلو سكليروزز، كل دي حاجات جايه برضه بتعمل نيتروفيليا. في بقى سبب مهم قوي يا اولاد بيعمل نيتروفيليا، كنت انا قلت لكم عليه زمان الاستيرويد. انا مش عارف انتوا فاكرين الحكايه دي ولا لا، جيت قلت لكم انا ايه زمان؟ قلت لك ان البلاد فيسل مليان نيتروفيل. مليان ايه؟ نيتروفيل. في نيتروفيل في البلاد ستريم وفي نيتروفيل عامله ادهيجن للوول بتاع البلاد فيسل. يبقى في هنا نيتروفيل، نيتروفيل هنا اهو عامله ادهيجن هنا للبلاد فيسلز، ادهيجن للاندوثيليوم، ودي احد الفانكشن اوف نيتروفيل ان هي تعمل هذا الادهيجن. وفي نيتروفيل موجوده في البلاد ستريم. فهم جم قالوا لنا ايه زمان؟ قالوا لنا ان الكورتيزون بيعمل بريفنشن للادهيجن، يعني الكورتيزون بيمنع الادهيجن اوف نيتروفيل. يقوم النيتروفيل دي اللي عامله ادهيجن على الاندوثيليوم تروح واقعه في البلاد ستريم، فتروح عامله ايه يا دكتور؟ شويه نيتروفيليا.
يبقى اذا هي النيتروفيليا هنا مش قصه ان الكورتيزون بيعمل اكسسيف برودكشن للنيتروفيل، لا ده هو الحقيقه هو بيعمل بريفنشن للادهيجن. يبقى انا عرفت شويه انفكشن، شويه تيشو دامج، شويه مايلو بروليفرات ديزيز، الاستيرويد سيرابي، متشكرين ثلاث اربع اسباب وخلاص. طب ايه اللي بيعمل نيتروبينيا؟ انفكشن برضه، بس مين بقى؟ اوعى تنسى فايرال انفكشن. الفايرال انفكشن تعمل نيتروبينيا، هتشوف ازاي. بعد كده ايه كمان يعمل نيتروبينيا؟ خلي بالك بقى احنا هناخد موضوع اللي هو الابلاستيك انيميا هندرسها، وهندرس الاجرانيوسايتوزيس هندرسها، هبص تلاقي فيه برضه كمان مجموعه من الحاجات برضه زي الهايبرسبلينيزم. هتلاقي فيه كده على فكره اللوبس ممكن تعمل كده، بس انا يهمني اما اجي اقول لك ايه اسباب النيتروبينيا تقول لي تروح انت معلم على مين؟ فايرال انفكشن، وتروح معلم لي على الاجرانوسايتوزيس، الابلاستيك انيميا، وتروح معلم على هايبرسبلينيزم، في تحت بي 12 ديفيشنسي. خلي بالك يا دكتور، هو سؤال، هو البي 12 ده هو اسينشال للار بي سي ولا للثلاثة؟ للثلاثة. عشان كده خلي بال حضرتك البي 12 ديفيشنسي ممكن يعمل لي ليكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا وانيميا، فما تندهش من حاجة زي كده. في كمان حاجة اسمها سايكلين نيتروبينيا، ابقى اعرفها ان في ناس كده دكتور يجي يقول لك ايه، بص الشكوى دي انت تشوفها في ناس كتير قوي. يجي واحد يقول لك يا دكتور انا ساعات فترات كده تجيلي سخونية، وانا بص الاقي جسمي كده فيه دمامل عماله تطلع لي، وبعدين اقعد فتره كده واخد مضادات حيويه وبعدين ابقى اخف، وتقعد تروح وتيجي كده. دي حاجه احنا بنسميها احيانا سايكليك نيتروبينيا. السؤال، لو حد بقى عنده نيتروبينيا يا ترى انا اقدر اساعده بايه؟ هل في دواء ممكن يخلي النيتروفيل كاونت يعلى؟ ايوه، اقلب الصفحه هتلاقي الحكايه دي مكتوبه، وهكتب لك اسم الدواء اللي علمه بالشيء. مكتوب عندك ان في سايكليك نيتروبينيا، وان سايكليك نيتروبينيا دي احيانا بتعمل نوع من البايلز والفرانكلز والانفكشنز وحاجات زي كده اهو. وساعات يا اولاد هو احنا قلنا النيتروفيل عددها بيبقى كام؟ عددها بيبقى من 2,500. ساعات بقى لما نلاقيها بقى بتقل عن 500 التوتال، بنبتدي احنا نقلق، بنبتدي نلقي الدواء ده نكتبه اسمه نيوكوجين، نكتبه اسمه ده كولوني ستيميوليتنج فاكتور، عايزك تكتبه. وده بيتاخد يا دكتور اي في او سب كيوتينيوس، اعرف اسمه يا دكتور. يقول لك والله يا دكتور انا مش عارف يا ابني، قالوا لنا ان الحاجه فلانه الفلانيه بيقولوا الكرات البيضاء عندها وطئت قوي من العلاج الكيماوي. ما انت هتلاقي عندك مكتوب كيمو سيرابي، احنا نسينا نقول الكيمو سيرابي كمان، لانه خلي بالك خباك عشان الاسئله دي النوعيه الوحشه من الاسئله دي تروح جايه فين؟ في الاسئله الريتن هم نمرتين، يجي يقول لك ايه؟ انيوميريت كوزز اوف نيتروبينيا. ايه رايك في السؤال ده؟ فالواحد يتزنق برضه يا ابن الذين بس الحاجات دي يعني هو طبعا ده الكلام ده بياخدوه سنه اولى وثانيه. الحاجات دي في الهيماتولوجي يعني هم عندهم بياخدوه. روح انت افتح كتاب الهيماتولوجي بتاع الفسيولوجي اللي هتلاقيها في الجرافيك. فالمهم يبقى ايه الدواء؟ الست بقى اللي عندها نيتروبينيا وانا خايف عليها قوي، طب خلاص اديها حقنه نيكوجين. والحقنه دي على فكره بنديها لها على طول بتجيب ريسبونس، وساعات بنكررها سبكيوتينس او انترافينس. اكتب كده على الحقنه كده بين قوسين كده في حدود 500 جنيه عشان تبقى عارف الايه السعر. الحقنه في حدود 500 تمام كده، ادي الفكره. نخش بقى على مين؟ خلاص كده خلصنا الحته دي. ايزينوفيل بقى، الايزينوفيل مش لازم تبقى حافظ الرقم،
حرام ابقى حافظ رقم الليمفيد، لا حرام يا اخوان، لكن لازم ابقى حافظ النيتروفيل وابقى حافظ مين؟ الليمفوسايت. انا يهمني في الايزينوفيل تقول لي ايه اللي بيخلي الايزينوفيل تزيد في العدد ايزينوفيليا. طبعا كلنا عارفين اول سبب الالرجي والاتوبي والحاجات دي، يليها البارازايت. هروح قايل لك طب قول لي مين هم البارازايت اللي بيعملوا ايزينوفيليا، او حتى ده السؤال يقول لك قول لي البارازايتس اللي بتعمل سيجنيفيكانت ايزينوفيليا. هتروح قايل له ايه؟ هيدات الديزيز، فشيولا، فيلاريا، ومين كمان كنا قايلينه؟ والانكلستوما والحاجات، الحاجات دي بتعمل ايزينوفيليا، بس اكتر اتنين عارف في دول في مين بصراحه؟ الهيداتد والفاشيولا، ولاد لذينة في الايزينوفيليا بتاعتهم احيانا. طبعا احنا خدنا ويمكن مكتوب عندك ان الايزينوفيل بتقتل البارازايت اللي هي بتفرز نيوروتوكسين اللي هو بيعمل شلل يعني للدوده. وتخيلنا طبعا الدوده وهي مشلوله. فطبعا انت لا تقول له بارازايت وتقول له اليرجي، فتلاقي راجل يقول لك اوكي. فتلاقيه بيقول لك ايه اوكي وايه كمان بقى؟ يعني قول لي حاجه بقى ثانيه. تروح قايل له اديسون، برافو عليك. حتى السؤال ده ده سؤال تراديشنال، حتى يقول لك ايه؟ طب انت مريض، بص هو ما بيساله فجاه تلاقي نفسك انت ايه؟ طب مريض اديسون دوت لو عملت له سي بي سي تلاقيه عنده ايه؟ هو عايز يزوره فين؟ انت بص مش متدرب، انا عارف المعلومه بس انا مش متدرب. هي دي نقطه ان البتاع تطلع في الوقت في اللحظه ان شاء الله ما نقعد بقى نحل ونعمل كده، بس يعدي بس رمضان، يعدي رمضان يا اختي بس وربنا ياخد بايدينا لحسن. خلاص الواحد تعب بصراحه. طيب نيجي نقول ايه بقى؟ نقول ايه بقى كمان؟ اول ما تقول له بقى كمان وفيه بقى انواع من الفاسكولايتس بتعمل ايزينوفيليا يقول لك برافو عليك، يبقى انت لازم تقول له اسباب. طبعا لو طمع فيك هيقول لك طب ايه نوع الفاسكولايتس، وانا قلت النوع ده وجاي في روماتيزم ان شاء الله اللي احنا هناخده بعد العيد الكبير. خلي بالكوا انا مش متفق معاك على وضع عشان ما حدش يزعل مني. بعد العيد الكبير ان شاء الله يعني نذبح وبعدين ناخد الروماتيزم. فهتقول له ايه؟ تشار شتراوس فاسكولايز، تشار شتراوس فاسكولايز، يعني حته الماني، حته الماني. يقول لك وايه كمان؟ في ناس طبعا تعرف بقى وايه كمان؟ فاهم ازاي؟ قلت له ايه دي هو يعني ايه كمان دي يعني دي 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 عدوى، انت فاهم ازاي؟ كل ما تقول لك وايه كمان وبعدين، وكل ما اقول لك حاجه تقول لي ايه كمان؟ فاهم انت ازاي؟ فتقول والله بقى اقول لك حاجه، اخر حاجه عندي هايبر ايزينوفيليك سندروم كده جبت اخر، مش مهم بقى الباقي كده كفايه كده. انت بتقول لي كام؟ ايه بقى الهايبر ايزينوفيليك سندروم ده؟ بصوا احنا ده جبنا سيرته في حته مره، قلت لك في عيانين تلاقي عنده الايزينوفيل عاليه جدا بدون سبب، موضوع سهل بدون سبب، بس بيقول لك ده مرض ابن لذينه. بتلاقي ايه؟ خلي بالكم ان احنا عندنا الايزينوفيل هنا هتنفلتريت بقى الهارت، هتلاقي في المربع واللانج والليفر والاسبلين. ما انا هقول لك على معلومه مش عارف انت خدت بالك منها ولا لا، ايام الفسيولوجي كانوا يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا ايه الفرق ما بين الواي بي سي والار بي سي؟ في فرق بينهم جوهري. يقول لك ايه؟ الار بي سي لو حصل فيها سرطان مهما تزيد في العدد بتفضل قاعده جوه البلاد ستريم، خلاص ما تقدرش تعمل تيشو انفيجن. الواي بي سي لا، الواي بي سي طالما زادت في العدد كان انفيد التيشو. خلي بالك والمعلومات، يعني لو احنا عدينا، اصحى يا كابتن انت وهو، اصحى ارجوك اصحى، احنا صاحيين برضه مصلين الفجر وصاحيين الساعه 6 الصبح 7، ولا قد ابوك يا ايه النوم ده؟
وخباك الكلام اللي بيتقال ده مهم جدا وفايتال. ده كلام برضو طيب. يبقى زي ما قلنا ان الواي بي سي عندها القدرة ان هي تعمل ايه؟ تيشو انفيجن. فعشان كده ده هينفيد الهارت لونج الى اخره. يبقى انا كده قلت ايه؟ انت بس التفاكة يجي يقول لك ايه؟ بص كده سؤال بايه بنمرتين كوزز اوف ايزينوفيل. قولوا بقى الاسباب، ما انت لازم تقول اسباب بقى، مش كل مره بارازايت. بعد ما تقول بارازايت لازم تكتب اكزامبلز عشان يبقى السؤال ايه؟ عشان ما العيال يقول لك ايه؟ انا حليت كويس مع ان يلاقي النتيجه بتاعته مش حلوه. طب ايه اللي بيوطي الايزينوفيل؟ هي حاجه واحده بس كفايه عليه، كفايه عليه، استيرويد سيرم. الاستيرويد سيرم. تمام كده؟ طيب ننزل من الايزينوفيل نروح للبيزوفيل. البيزوفيل دي انا مش عايزك تعرف عنها الا معلومه واحده بس. اكتب على اسباب البيزوفيليا، اكتب كلمه جنب بيزوفيليا، اكتب كلمه كوارث. يعني احنا كوارث. يعني البيزوفيل لما بتعلى، انتوا انا افكرك بحاجه على فكره. البيزوفيل دي مين يقول لي البيزوفيل دي بتطلع ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يطلع منها؟ هيستامين. بتطلع هيستامين بيزوفيل، وليها علاقه بالاي جي اي، يعني فكره الماست سيل. فهي يبقى انا لو جيت قلت لك البيزوفيليا تعمل هرش، ايوه تعمل، تخلي عيني يهرش، خلي بالك. طيب البيزوفيليا بقى موصوفه في انهي امراض؟ علم بس على امراض هي دي اللي تهمني، مايلو بروليفراتيف ديزيزز، وهنقول اللي هم مين يا جميل؟ بوليسيسيميا روبرافيرا، ومين كمان؟ والمايلو سكليروزز هندرسها، والكرونيك مايلويد لوكيميا. وشاور على البوليسيسيميا روبرافيرا، اكتب هرش محترم، يعني العين ده بقى بيهرش جامد. بيهرش بعد ايه؟ بعد ايه ده، انا قلتها لكم دي قبل كده ولا ايه؟ ميرسي. خصوصا بعد حمام ساخن، الوليه تاخد الحمام السخن تقعد تهرش. احنا خدنا ميديكال كوزز اوف اتشنج في الليفر رحمه الله. جيت قلت لك مين الناس اللي بتهرش نتيجه امراض ميديكال؟ معنى ان هو بقى نلم الكلام ده ان شاء الله، ما تخافش يا دكتور. اصل هو الناس بيقول لك ايه؟ يا لهوي ده انا نسيت كل حاجه، انا ناسي كل حاجه درستها. عادي يا دكتور، كله بيطلع في الامتحان وهنشوف. عشان بس انا بس مطمنك وعارف انا. طيب جينا دي كده البيزوفيل، طنش بقى البيزوفيل، هات اللي بعدها ليمفوسايت. الليمفوسايت عددها كام؟ احنا قلنا عددها من 1500 باين، مش كده ولا ايه؟ ل 4500. فمعلش بقى، انا عايزك تبقى حافظ لي النيتروفيل وتبقى حافظ لي الليمفوسايت، حاول تحفظ الاثنين دول لو قدرت، يعني يبقى ايه كويس. طيب على فكره الليمفوسايت في جسمنا معظمها تي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت 80%، وفي بعض كتب يقول لك 70، فانت ممكن تقول ايه 70 الى 80 مش مشكله. دي البي ليمفوسايت بتبقى يعني ايه من 20 ل 30، يعني ده اللي هو القسمه بتاعتهم. الليمفوسايت طبعا دي ايه الحاجات بقى اللي بتزودها وايه الحاجات اللي بتقللها؟ اول حاجه تعمل ليمفوسايتوزس كلمه واحده، فايرال انفكشن. عشان كده حد يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك يا ابني هو العيان اللي عنده فيفر، العيان اللي عنده فيفر ده يا دكتور، يعني معلش واحد عنده فيفر، فاللي عنده فيفر ده انت ايه قيمه اللي انت تعمل له سي بي سي؟ والله انا لو لقيته يا فندم عنده مثلا نيتروفيليا بقول لي بكتيريال انفكشن، لقيت عنده ليمفوسايتوزس والله بقول احتمال فايرال انفكشن، يبقى في فايرال انفكشن.
ايه كمان؟ هتلاقي فيه بقى مجموعة من الامراض اللي بتعمل ليمفوسايتوزس على رأسها، بقى تلاقي فيها حاجة اسمها كده علم عليها كوروني ليمفوسيتك لوكيميا، واكتب ان دي في كبار السن. في كبار السن يعني انت لا يا دكتور، لو انت جيت قلت لي على نفسك ان انا يا دكتور عملت سي بي سي، وايه يا دكتور السي بي سي دي بتاعتك انت لقيت فيها ليمفوسايتوزس، خلاص كده؟ فانا هقول لك غالبا دي فيرال انفكشن، خلي بالك. لكن لما تيجي تقول لي انا ليا جدي عنده 65 70 سنه، جدي 65 70 سنه، ولقيت عنده في السي بي سي ليمفوسايتوزس، انا هشك في الكورونيك ليمفوسايتوزس. تمام كده؟ هتقولي طب مش يمكن جاله فيرال انفكشن؟ ممكن. عشان كده يقول لك ايه؟ عيد السي بي سي. لما تلاقي السي بي سي برضه في السن الكبير ريزيستنت ليمفوسايتوزس، الراجل ده هيطلع عنده لوكيميا. دول الاسباب الاساسيه اللي تقدر تعمل لي ايه يا دكتور؟ الليمفوسايتوزس. خلي بالك طبعا فيرال انفكشن دي اي فيرال بقى. في بقى حاجه مهمه قوي اسمها ايتيبيكال ليمفوسايتوزس بقى. يعني ايه ايتيبيكال ليمفوسايتوزس؟ يعني بتلاقي الليمفوسايت كتيره في العدد بس شكلها ايتيبيكال او شكلها غريب شويه. وعلم على اهم مرض بيعمل كده، انفكشوس مونونيوكليوزس. انفكشوس مونونيوكليوزس. واروح كاتبين على الشمال البروبلم او السطر الشهير اللي هو ميل 17 سنه فيفر سور ثروت، عشان يبقى دايما فاكرينها. ميل 17 سنة فيفر سور ثروت، وبعدين تكتب كلمة ايه؟ اي تي بي كال ليمفوسايتوزيس. هو كده بصم ان دي الاجابة انفكشوس مونونيوكليوزيس. انفكشوس مونونيوكليوزيس. طبعا انتوا فاكرين انفكشوس مونونيوكليوزيس دي ايه رأيكم فيها؟ بتكبر الليفر والسبلين، بتعمل ليمفادينوباسي، يعني بتعمل حاجات برضه، يعني بتعمل مشاكل كده. طب ايه اللي بيعمل بقى ليمفوسايتوبينيا؟ اهم حاجه بيعمل ليمفوسايتوبينيا اللي هو بعض حالات بقى الاميون ديفيشنسي، ان الليمفوسايت عماله تقل عندي. وعندي كمان حاجه مهمه جدا بتعمل ليمفوسايتوبينيا، علمني بقى على الاتش اي في. الاتش اي في من الحاجات اللي بتعمل ليمفوسايتوبينيا. وعلم بقى على اهم دواء بيعمل ليمفوسايتوبينيا. انا عايز الحاجات دي بس انا بقول لك عليها، كورتيزون. شبكه الكورتيزون بيعمل ايه؟ ليمفوسايتوبينيا. يبقى انا دلوقتي هسالك سؤال ونكتبه احسن، خدناه في الاندوكراين. قول لي بقى الافكت اوف ستيرويد على السي بي سي. يلا يا عم، ايه الافكت اوف ستيرويد على السي بي سي؟ يلا قولوا لي بقى، ده انا قلتها النهارده كلها. نيتروفيليا والايزينوفيل ايزينوبينيا، وايه كمان؟ وليمفوسايتوبينيا. يبقى بيعمل نيتروفيليا، نيتروفيليا ايزينوبينيا ليمفوسايتوبينيا. ده اللي هو عشان كده الكورتيزون كانوا دايما العيال يقعدوا يقولوا ايه؟ ازاي يا دكتور الكورتيزون ده بقى ان هو يعني بيعمل ضعف في الاميونيتي، مش هو بيعمل نيتروفيليا؟ لا، ده هو عامل نيتروفيليا لانه هو خلى الادهيجن بتاعت النيتروفيل ضعيفه، وخاصيه الادهيجن دي في النيتروفيل دي احد الخصائص اللي بتخليها تنقض على الاورجانيزم اصلا.
وكمان عامل الكورتيزون ايه كمان؟ لينفوسايتوبينيا كمان. خلي بال حضرتك اخر واحده بقى فيهم اللي هي المونوسايت. والمونوسايت يعني كلمه ورب غطاها. المونوسايت دي اصلا بتيجي من البومرو. بتمشي فين يا جميل؟ في البريفرال بلاد. وهي دي اللي احنا بنسميها الماكروفاج على فكره. المونوسايت دي بقى لو تفتكروا كانت هي اللي بتروح تلبد فين؟ كانت دي اللي بتروح تلبد في التيشو، ونسميها ايه يا اولاد؟ تيشو ماكروفاج. عايزين بس حد يفكرني باتنين تيشو ماكروفاج حتى. كوفر، اسمها كوفر، ما تنطقش البي يا عم الحاج، لا انا عايز اقول اتنين مشهورين قوي، كوفر سيلف الليبر، الفولار ماكروفاج. في اصل ميزنجيال سيل دي ليها اسرار، فمش عايزين نقول اسرار، هي مش ماكروفاج بس، دي قصه كبيره. ميزنجيال سيل دي يا ابني ده هي دي الريجوليتر بتاع البلاد فلود الجلوميرولس، ده فيلم عربي. لا ده حكك في مره كتاب، يعني ايه كتاب قديم كده. في مكتبه، انتوا عارفين ان تخش عندكم مكتبه القصر العيني طبعا، دي اكبر مكتبه في مصر يعني بصراحه. المكتبه بتاعتنا برضه بس مش زي بتاعتكم، بتاعتنا اصغر شويه. ففي كتاب كده لقيته قديم قوي، فلفت نظري ان هو ايه عريض وطويل، وبعدين بص لقيته تخن. فانا قلت ايه الكتاب ده؟ انا مش شايف هو مركون بالجنب، فانا رحت شاده كده من الرف، بقرا عليه، لقيت مكتوب عليه ايه؟ زي جوليميرولس. رحت حاطه مكانه. بس حاجه ايه ده؟ يعني الدنيا كل ده علم الله يعني. ما هو سيدنا موسى لما كان مع سيدنا الخضر طبعا عرف ان هو ما فيش علم خالص عنده، وسيدنا الخضر اللي هو ربنا اداله العلم برضه هو قال له ان انا كمان ما عنديش علم زي ما انت فاهم. وفي عصفوره، لو عارفين قصه العصفوره، عصفوره كده كانت عماله تحوم حواليهم وهم ماشيين عند البحر، فالعصفوره نزلت شربت من البحر، فقال لها فراح قال له العلم اللي عندنا ده كله بالنسبه لعلم الله هو مقدار الميه اللي خدتها العصفوره من هذا البحر. سمعونا سقفة حلوة بالصلاة. أحكي لكم كمان حكاية؟ كده بقى نصحى، فاهم ازاي؟ على أبو العلم يا أخي، العلم بينيم، العلم بينيم يا أخي والله. في حدودة اسمها حدودة الننوس، ممكن أحكيها لكم. طب أحكيها لكم بس مرة تانية. طيب نيجي بقى جميل نخش على ايه بقى اللي هي ايه؟ المونوسايت. المونوسايت بقى احنا قلنا الكوفر والايه والالف. اعرف بس ثلاث اسباب للمونوسايتوزيس، ثلاث اسباب للمونوسايتوزيس. عارف ايه يا دكتور؟ الفايرال انفكشن و البروتوزوال انفكشن على راس القايمه الملاريا، دول سببين رئيسيين. وفي سبب ثالث في الاول كان ايه غير الفيروس؟ في بعض بكتيريا الانفكشن زي ايه؟ ايوه زي التيفويد وزي كده. بس انا مش عايز حاجه تاني. يبقى اللي احنا قلناه ده كان مقدمه عشان نعرف مين هم الواي بي سي، ومين هم وظائفهم، وايه اللي بيعليهم وايه اللي بيوطيهم. تعالوا بقى ننقض، لا هنسيب بقى الحته دي كده، هنسيب البومر ليبي كده. ايوه كمان، ايوه اللوكيميا. هناخد جزء من اللوكيميا كده ان شاء الله وربنا يسهل. هتلاقي كلام بسيط خالص. اللوكيميا معناها ايه يا اولاد؟ سرطان الدم، سرطان الدم. اللوكيميا هي abnormal proliferation في الإيماتيور واي بي سي. هي ابنورمال بروليفريشن
في الإيماتيور واي بي سي. طب قول لي يا دكتور الإيماتيور واي بي سي دي موجودة فين؟ في البون مارو. يبقى البروليفريشن هيبقى جوه البون مارو. خلي بال بقى جنابك، تقوم الخلايا السرطانية تطلع وتمشي في البلاد ستريم ثم تانفيد الاورجن، ليفر، سبلين، لمفينود، سكين، هارت، برين، منينجيز. ما هي دي القضيه، ان الواي بي سي يبقى فين مكان اللوكيميا؟ البومارو. طب البروليفريشن في مين؟ لازم تقول لي اماتيور واي بي سي. طب البروليفريشن اذا تم في مرحله البلاستات هتبقى اكيوت لوكيميا. لا مش كده، عشان البون مارو فيلير هيبقى بدري. لو البروليفريشن تم في المرحله اللي في الوسط ما بين البلاستات والماتيور هيبقى البون مارو فيلير ايه ليت، يقوم تبقى كرونيك لوكيميا وتبدا القصه من البون مارو ثم تروح للبريفرال بلاد ثم تنفيد التيشو بما فيهم ليفر وسبلين وليمفينود. الليمفوما بقى، الليمفوما لو خدت قلت الليمفوما في الجراحه، تبدا الليمفوما من الليمفويد تيشو ثم المالجنان سيلز تخرج في البريفرال بلاد احيانا ثم تنفيد الاذر تيشو، برضه ممكن تنفيد كل التيشو اللي انت عارفه بما فيه البون مارو. يعني ممكن الليمفوما تطلع من الليمفويد تيشو وتخرج تعمل بوم مارو انفيجن. بس تشخيص الليمفوما دائما بالليمفونود بايوبسي مش بالبوم مارو بايوبسي. اما تشخيص اللوكيميا الديفينيت دائما يبقى لازم بسايد السي بي سي، لازم اخد بوم مارو بايوبسي عشان اشوف مين اللي عامل بروليفريشن بالداخل. يبقى لما انا افهم هذا الكلام اكتشف من الكلام اللي مكتوب عندك ان اللوكيميا هتسبب ثلاث مشاكل. المشكله الاولى بون مارو فيلير. وكلمه بون مارو فيلير يا جميل يعني ايه؟ يعني ثرومبوسايتوبينيا، يعني انيميا، يعني نيتروبينيا. النيتروفيل مش هتطلع. الكلام ده بيحصل ايرلي في مين؟ في الاكيوت لوكيميا، وليت في الكرونيك لوكيميا. عشان تبقى عارف برضه، ما الكرونيك لوكيميا في الاخر. عشان كده تلاقي الجماعه اللي عندهم كرونيك لوكيميا يقول لك ايه، اصل ابويا عنده لوكيميا في الدم بقاله بتاع 6 سنين. طبعا كرونيك بقى، فاهم ازاي؟ طيب طبعا الار بي سي تقل يبقى انيميا، البليتلت تقل يبقى ثرومبوسايتوبينيا بليدنج تندنسي، نوتروبينيا انفكشن. المشكله الثانيه هتتعلق بالاميونيتي. بيسايد الانفكشن، يا ريت انفكشن بقى بس، ده الواي بي سي كمان مش هي مش عارفه تدافع عني فانا بيجي لي انفكشن. لا ده فيها مصيبه سودا، ده بتطلع انتي بودي ضدي، ده بتطلع لي اوتو انتي بودي تضربني. يعني فاهم انت ازاي؟ طب يعني انت ضعيفه يا بنت الكلب ومش عارفه تدافع عن نفسك، تقومي لما تطلع انتي بودي وربنا يكرمك تروح ضربه فيا انا؟ عارف الاوتو انتي بودي دي بتعمل ايه؟ لو تحب تعرفها تعرف ساعات تعمل اوتو ايميون هيموليتيك انيميا، تكسر الار بي سي بتاعتي كمان. ده انا اتمسخرت يا اخويا. انا بقول لك اللوكيميا كده، دي المشكله. المشكله الثالثه بقى ايه؟ انفلتريشن الفايتال اورجن. بص يا دكتور، الهارت تلاقي فيه واي بي سي، هارت، ليفر، سبلين، لانج، سكين، بون. بص ريتنا، الريتنا تلاقي الواي بي سي بتلعب فيها كده، يعني الراجل اتخرب بيته. عشان كده المرض بيبقى يعني مؤسف. يا ترى ايه الايتيولوجي بتاع اللوكيميا؟ كلام بقى فارغ. يقعد يقول لك ايه؟ والله ممكن عوامل وراثيه. يعني لو في ايدنتيكال توينز، لو فيهم واحد جاله لوكيميا التاني ممكن يجي له. طيب خدنا احنا في الاطفال داون سندروم، وهناخد في الكرونيك مايلويد لوكيميا ان في ابنورمال كروموزوم، هنبقى نقول لكم اسمه، اكيد سمعتوا اسمه زمان اللي هو اسمه الفيلادلفيا كروموزوم، وهنتحدث عنه بالتفصيل ما هو الفيلادلفيا كروموزوم، انت لازم تبقى عارفه. بعد كده
هتجد يا دكتور في اسباب اخرى زي مثلا صناعات البنزين، زي مثلا الايراديشن، الناس اللي هم عاشوا عصر القنبله الذريه اللي هي هيروشيما وناجازاكي والحاجات دي مكتوبه هذا الكلام. الناس اللي هم على فكره الناس اللي هم بيتعالجوا بالاشعاع ايضا، يعني ممكن انا اقعد اقول لك ايه اصل امي جالها كذا، وبعدين امي بقى كانت بتاخد راديو سيرابي، فراديو سيرابي بتلاقي الدنيا يعني ممكن يحصل لوكيميا، حاجات غريبه جدا يا دكتور. في كمان الكيمو سيرابي نفسه، بصوا يعني هتضحك، في نوع من الكيمو سيرابي كده اسمه الكايليتنج ايجنت، في ده اسمه كولرامبوسيل، اسمعوا عنه مش كده ولا ايه؟ كولرامبوسيل الكولرامبوسيل ده كيمو سيرابي، ها هو نفسه بيعمل لوكيميا ما شاء الله عليه، جميل جدا، حاجه ظريفه، يعني انا بديك عشان تعالجني تقوم تجيب لي لوكيميا، ده ايه الجمال ده؟ في كمان عندنا الريترو فيروس، طبعا الريترو فيروس بيعمل لوكيميا، يعني زي ما انتم شايفين. هقول لك حاجه، هو الاتش اي في والناس اللي يمينو كومبرومايز ما بيجي لهم ليمفوما ولوكيميا برضه، يعني الاسباب كثيره. تعالوا ننقض على الاكيد لوكيميا وخلاص، هنقولها دي سهله جدا جدا بالراحه كده، الموضوع ماشي سيمبل وجميل مفيش مشكله. قولوا لي بقى، هي طبعا تقسيمه اللوكيميا قدامكم اهي اللي انا قعدت اقدم فيها في اول الحصه، في اكيوت لوكيميا وفي كرونيك لوكيميا. الاكيوت لوكيميا امتى؟ لو جت في البلاستات، ها مش كده؟ هتعمل ايرلي بومباروفيليا. والكرونيك لوكيميا هتيجي في الستيجز اللي ما بين البلاستات والماتيور واي بي سي. جت في المايلويد لاين بقت مايلويد لوكيميا، في حاجه اسمها اكيوت مايلويد لوكيميا، كورونيك مايلويد لوكيميا، وفي اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا، واكيوت ايه؟ وكورونيك ايه؟ ليمفوسيتيك لوكيميا. مش كده دي اللي احنا قلناهم ولا ايه؟ اقولهم تاني؟ نجيب الصفحه اللي فيها الرسم ونقول تاني؟ بجد عايز اقول والله يا سلام. بس اصحى يا حبيبي ويا مرو، ما تفكرش في الاكل، ما تفكرش في النوم، احنا في حاله حرب، احنا في حاله حرب، ولا مش عارفين حاله حرب يعني. ممكن يامره يجي امر كده من فوق يقول لك جميع طلبه الجامعه كلهم يتخرجوا فورا وياخدوا امتياز يخشوا على الجيش، يخشوا على الجيش عشان عندنا حروب، لان احنا عندنا 3000 كيلو حدود، الحدود مش عارفين يسدوها، هنخرج طلبه الجامعه كلهم ويقفوا على الحدود على 3000 ويبقى معاك كتاب. تشوف اي حد اسرائيلي جاي انت بس مطلوب منك تقول له كلمه واحده بس، بكرهها بس، روح يا شيخ بكرهها. نيجي بقى يا سيدي نخش على الاكيوت لوكيميا. الاكيوت لوكيميا قولوا لي بقى يا شباب، البروليفريشن فين؟ البروليفريشن فين؟ في البلاستات يا ولاد. انهي البلاستات دي موجوده فين؟ موجوده في البون مارو. يبقى اول ما اجي اقول لك ايه هي الاكيوت لوكيميا تقول لي دي ابنورمال بروليفريشن في البلاست سيلز جوه البون مارو. طب البلاستات دي في منها مايلو بلاست وفي منها ليمفوبلاست، خلاص كده هو. طبعا هذه الاكيوت لوكيميا ستؤدي حتما بومبروفيليا، وبسرعه ومن ثم اصبح هناك نوعين من الاكيوت لوكيميا. النوع الاول اسمه ايه؟ اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا، والنوع الثاني اسمه اكيوت مايلويد لوكيميا. خلي بالك ان الاكيوت مايلويد لوكيميا كانت تسمى في الماضي اكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا برضه، بس هما لغوا الاسم وهقول لك ليه. لكن الاكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا كما هي. اكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا اسمها اي ال ال، والاكيوت مايلويد لوكيميا اسمها اي ام ال، لازم تبقى عارف البرامس كده. طيب الاكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا نقول عنها كلام صغير قوي، هي الكومنست لوكيميا
الكيمياء في الأطفال بلا منازع. أدي أول كلمة. الكلمة الثانية إن هي خلي بالك بتطلع من الليمفوبلاست. الكلمة الثالثة بتطلع بقى من أنهي ليمفويد تيشو، البي ولا التي؟ ما تعرفين الليمفوسايت أصلها بي وأصلها تي، بتطلع أكتر من البي، إنما لما بتطلع من التي بتبقى باد بروجنوزيس. يبقى أنا لما أجي أقول لك أنا الولد ده طلع عنده أكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا بس طالعة من التي بوبيوليشن، دي معناها إن البروجنوزيس مش كويسة، البي بوبيوليشن كويسة. بس على فكرة بالمناسبة الأكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا اكتب عليها ان هي لوكيميا، اسمها ايه بقى كتبنا بالعربي؟ لوكيميا الأطفال. وعشان هي لوكيميا الأطفال فهي اكتب تستجيب للعلاج ان شاء الله، بس اكتب ان شاء الله. هي بقى دي بتحصل يا دكتور، تلاقي عيلة يا عيني ولسه يا عيني الواد لسه ما عندوش، لسه في ابتدائي، تلاقي الواد انا راح جاي له لوكيميا. شوف بقى ترى، شوف بقى باباه ومامته هيبقى شعورهم ايه، هتبقى حاجه يعني صعبه جدا بيبقى ابتلاء شديد. لكن الاكيوت مايلويد لوكيميا دي لوكيميا اكتب عليها لوكيميا الشباب، واكتب عليها انها شديده الضرر يعني عنيفه. فيعين انت لما تسمع فلان جاله اكيوت مايلويد لوكيميا يا رب استر عليه، ده بيبقى شاب مصاب 20 و30، ده الايدج بتاعه. انما الثانيه بتيجي في العيال. تعالى بقى اما اقول لك كلمه برضو عن الاكيوت مايلويد لوكيميا. طبعا هتلاقي في كلام كده في الاكيوت مايلويد لوكيميا انت مش هتفهمه النهارده، بس انا هفهمك منه جزء من خلال الرسمه، من خلال الرسمه. فهات لي الرسمه صفحه 39، معلش تعبناكم والله ومعطلينكم كده. بص يا جميل، قولوا لي بقى يلا الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا طالعه منين؟ قولوا لي من الليمفويد لاين، من انهي ستيج؟ من الليمفو بلاس. طب الاكيوت مايلويد لوكيميا بتاعت الشباب هتطلع من المايلويد لاين، كانوا فاكرينها زمان بتطلع من المايلوبلاست بس، عشان كده كانت اسمها ايه؟ اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا. قال لك لا، هي فعلا بيبقى فيها مايلوبلاست كتير برضو جدا، بس لقوا فيها خلايا تانية. بص بقى، لقوا فيها برومايلوسايت ومايلوسايت. يعني اللوكيميا شكلها عارف يقول لك عليها ايه؟ بوليومورفيك، يعني بتطلع خلايا كثيره. ولسه بص بقى، لقوا معاها حاجات غريبه قوي، لقوا معاها نيجاكاريوسايت. النيجاكاريوسايت دي ما دي البلاستايه بتاعت البليتلت، ولقوا معاها عارف ايه؟ ما لا ما تقلبيش، خليكي في البتاع زي ما هو كده، مش هتفهميني يا اختي؟ اصل الحته دي لو ما اتفهمتش خلاص هو بيحفظ براحتك، الله يسهل لك. انا بزعل من كده. اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ انتوا عارفين الاريثروبلاست؟ اريثروبلاست تلاقي بلاستات، بص بقى، بص النوع ده عامل ازاي، عشان كده هي فيري اجريسيف. تلاقي الخليه الاساسيه مايلوبلاست ما قلناش حاجه، بس في برومايلوسايت على مايلوسايت على اريثروبلاست على ميجا كاريوسايت. عشان كده بتوع كلينيكا باثولوجي ميجي يسالك فيها يقول لك قول لي انواع الاكيوت مايلويد لوكيميا، هتلاقيها بتنقسم الى 7 انواع، كل نوع حسب الخليه الاضافيه. يعني انا اكيوت مايلوبلاستيك، يعني عندي مايلوبلاست بس عندي برومايلوسايت، هيدوني رقم مايلوسايت، هيدوني رقم تاني، اريثروبلاست هيدوني رقم تالت، ويقول لك ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 ام لحد ام 7. مش عارف انتوا سمعتوا حاجه زي كده، ما حضرتوش راوند هيماتولوجي او محاضرات هيماتولوجي؟
مفيش خالص، ما عندكوش يعني. يعني يعني انتوا مادة الهيماتولوجي مش موجودة عندكم. طب ما ايه؟ طيب مفيش مشكلة. طيب تعالوا بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر اوف اكيوت لوكيميا. الكلينيكال بيكتشر اوف اكيوت لوكيميا، في بروبلم السنة اللي فاتت عندهم كانت لوكيميا. ايه رايك؟ شوفها. هنقول يا اولاد بقى الكلينيكال بيكتشر اوف اكيوت لوكيميا. اول حاجه ايه يا دكتور؟ بص خلي بالك دي كلينيكال بيكتشر عامه، يعني على الاكيوت ليمفوبلاستيك وعلى الاكيوت مايلويد، على الاثنين، على الاطفال وعلى الشباب. لوكيميا الاطفال ولوكيميا الشباب. بص يا دكتور هي عباره عن ايه؟ بتيجي الاول بصراحه كده، بص خليك معايا كده، الواد دلوقتي بدأت فيه اللوكيميا. بص دلوقتي حالا يعني البروليفريشن ابتدى دلوقتي، هيفضل الواد ايه؟ رايح جاي عادي، يعدي 10 ايام كده اسبوعين، تبص تلاقي الولد ايه بقى؟ بدأ يحصل ايه بقى؟ انيميا، ثرومبوسايتوبينيا، الواي بي سي بدأت يحصل فيها لمش، فيبتدي الواد تلاقيه ايه؟ انا تعبان. وبعدين يبتدي يبان عليه اول حاجه عندك ايه؟ فيفر. يبقى الفيفر هنا انفكشن. انفكشن. والانفكشن يا دكتور اول حاجه فيها سرسرو. بس انفكشن بقى كمان ممكن يجي مثلا بايه؟ ممكن تكتب مثلا نيمونيا. هو جاله نيمونيا. زي طب ايه رايك لما يجي له بيرينال ابسس؟ معلش انتوا ناس يعني مارسين براحه. لما يجي واحد يقول لك ايه؟ فلان جاله بيرينال ابسس. تروح انت تساله تقول له ايه؟ هو دايابيتك؟ فيقول لك لا. هو عنده كام سنه؟ 25 سنه. طب ليه؟ اشمعنى يعني بيرينال ابسس؟ وهو مش دايابيتيك، يبقى لازم انا ايه؟ اشوف الواد ده فيه حاجه. زي مثلا ما اجي اقول لك ايه؟ عارف فلان زميلنا اللي كان معانا اول امبارح؟ ده الواد سخن وعمل سونار وبيقول ان هو عنده سبفرينيك ابسس. يا سلام، من ايه ده بقى؟ طب احنا قاعدين اهو ما بيجيلناش يعني الحاجات دي. يقول لك هيقر بقى. واخد بالك؟ فبالتالي لازم ده يدايركت يور اتنشن. نمرة اثنين ثرومبوسايتوبينيا، توصل لها الواد عدى كام يوم كده يقول لك يا دكتور ده جاب دم من مناخير. وعلى فكرة شفايفه كده واللسة كده بقه كده تحس فيه دم بيجي منه. كلام من البليغة. وبعدين هوب انيميا. تلاقي الواد برد في الأرض. راح برد في الأرض. تروح تشوف واد تلاقي الواد بفتة بيضة. تلاقي الواد عم بيجيب دم من هنا. تلاقيه عنده فيفر وعمال يعمل كمالات وحاجات من بالك فيها. ادي اول مشكله هتحصل. المشكله التي تليها بقى هي مساله ايه؟ مساله الاورجن انفيجن. هو مش هيتساب. بص بقى كل الاورجن اللي خلقها ربنا مكتوب عنده. طبعا علم على اهم اثنين فيهم ليفر سبلين ولمفوم. عشان كده يا جميل لما يجي لك عيان عنده فيفر وصرصروت لازم تقول ايه؟ يا ترى دي كده حاجه كده عاديه ولا الموضوع فيه ايه؟ ان طيب يبقى ايه؟ خد عندك بقى بص ليفر سبلين، بص ليمفنود، هارت، بون، سكين، بورتا هيباتس، ريتنا، الجن الازرق. تلاقي العيال يا عيني عمال يتدهور. تمام كده؟ تروح انت شاكك في الموضوع. طب خليك بقى معايا كده، قولوا لي انهي لوكيميا في الاثنين؟ خلي بالك الكلينيكا بيكشر دي موحده. الاكيوت مايلويد ولا الاكيوت ليمفوبلاستيك؟
مين اللي هيبقى فيهم ليفر وسبليم ولينفو بالعقل اللي هي خارجه من الليمفويد لاين اللي هي مكتوبه في المربعات عندك انه الهيباتوسبلينوميالي والليمف نود هتبقى اكثر وضوحا في مين؟ في الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا. طبعا انا كده خلاص اعمل سي بي سي. السي بي سي كلمتين يا دكتور لو سمحت كده. جنب السي بي سي تروح كاتب كده اهو توتال ليكوسيتك كاونت هاي عشان تخلص نفسك. مش لازم النسب قوي. توتال ليكوسيتك كاونت هاي زائد بلاس سيلز في البلاد. بس توتال ليكوسيتك كاونت عالي. عالي بقى بيوصل كام؟ ده ممكن يجيب لك اب تو 100,000. يعني لو عايز تعرف اب تو 100,000. طبعا هو حاطط بقى نسب يقعد يقول لك ايه؟ والله بصوا بقى 25% من الحالات بتلاقي التوتال ليكوسيتك كاونت عند 50,000. و50% من الحالات يبقى ما بين ال 5,000 وال 50,000، و50% من الحالات اقل من 5,000. اذا هو فاليبل. بس ايه اهم حاجه؟ ان عدد التوتال ليكوسيتك كاونت هاي وممكن تقول اب تو 100,000. بس اهم حاجه ايه؟ مليان بلاستات. بس في خدعه. عشان كده هو كده هو ليه الراجل كاتب لك النسب بيقول لك في ناس كده وناس كده. انزل تحت خالص في المربع السفلي ثم نطلع تاني. المربع السفلي فيه كلمه اسمها ايه يا جميل؟ ايه لوكيميك لوكيميا. هي الاكيوت لوكيميا الفضيحه بتاعتها عامله ازاي؟ عملنا السي بي سي لنا التوتال ليكوسيتك كاونت مثلا 60,000. رقم فات بيقول لك اب تو 100,000. بس ايه؟ كلها بلاستات. طب خلاص الموضوع ده دي اكيوت لوكيميا. لا، في بقى حاجه اسمها ايلوكيميك لوكيميا. تلاقي البلاستات يا اولاد كلها مستخبيه في البوم اهو. بالدليل مش عايزه تخرج للبريفرال بلاد. فتيجي تشوف التوتال ليكوسيتك كاونت تلاقيه نورمال. وتلاقي مفيش بلاستات عند العيان. ما عندوش بلاستات في البريفرال بلاد. طب عايز حد ذكي كده يقول لي طب يعني انا هعرف ازاي؟ لا بس بس على البومر. ما البومر يا ابني هيجيب كل حاجه في الاخر. ما هو الهيماتولوجي اخرته ايه؟ البومر. لا يعني الواد ما انت انت الواد دلوقتي ده بص الواد جالك انت الواد ايه؟ اصل مش كل عيل بقى هيجي لي او كل شاب اقول ده لوكيميا بقى. ما برضه يعني يا جماعه الواد سخن عنده شويه صور شروط وتحسين. فانا رحت انا عملت له ايه؟ سي بي سي. فانا ما عملت طبعا اديت له انتي بايوتيك. ما انا بص اول مره ايه؟ خد مضاد حيوي وبتاع. الواد خف وبقى قلصته خلاص يلا روح لامك خلص. لا الواد ايه؟ تعبان. فانا بلاقي الواد تعبان كده طب يا جماعه ده صور شروط وفيفر اعمل له سي بي سي. عمل سي بي سي. لنا سي بي سي فيها ايه؟ لنا سي بي سي توتال اكسيتيك كارت كويس. مفيش حاجه. ده طلع 5,000 توتال اكسيتيك كارت. بس انا لاحظت ان البليتلت بدات تقل. خلي بالك والار بي سي بدات تقل. اداب البلاستات بنت اللزمه. اصل البلاستات دي عجول قاعدين جوه في البوم مره مستخبيين راحوا كابسين على نفس البليتلت وعلى نفس الار بي سي. بعد شويه هتلاقي الواد بعد فتره هيبقى عامل ازاي؟ هتلاقي الثرومبوسيتوبينيا اكتر والانيميا اكتر. خلي بالك فيجي الدكتور بتاع الهيماتولوجي يقول لك انا مش عارف ايه سبب الثرومبوسيتوبينيا والانيميا اعمل بون مارو ايه؟ بايوبسي. هيفاجئ ان هي لوكيميا. يبقى ده هنا اسمها ايه؟ ايه لوكيميك لوكيميا. بس هتتجاب. بس على فكره بالمناسبه هو مش هيفضل ايه لوكيميك على طول. هيجي وقت هتلاقي البوم مارو ده ايه؟ اتفركش وكل حاجه خرجت بره. طب صاب لوكيميك لوكيميا يعني ايه؟ يعني التوتال ليكوسيتك كاونت ماله؟ نورمال. نورمال بس كله ايه؟ بلاستات.
يعني هو البلاستات واضحه بس التوتال ليكوسيتيك كاونت. يبقى ايه الحاجه الكلاسيك؟ ان التوتال ليكوسيتيك كاونت فيري هاي اب تو 100,000 ومعظمه بلاست سيلز. ده اللي واضح كتبته اب تو 100,000 بيوصل ولا؟ طيب قولوا لي انتوا بقى الار بي سي، بقى البند الثاني عندك الار بي سي اخبارها ايه؟ اخبارها ايه الار بي سي؟ واطيه بس تخلي بالك نورموسيتيك نورموكوم، ما تقولش بقى اير ديفيشنسي. والبليتلت اخبارها ايه؟ واطيه. طب يا عم تعالى يابا اما اعمل لك بون مارو اكزامينيشن، متشكرين قفشناك. طبعا شايفين انتوا في صوره كده، ده بون مارو واضح يعني شكل البلاستات، في خلايا كده صغيره وخلايا مبغله. الخلايا المبغله دي يعني دي صوره البلاستات اللي هي في الاكزامينيشن بتاع البون مارو. يتبقى بقى طبيب المعمل عرف البلاستات، عرف البلاستات، يبقى قالوا ايه؟ هي ليمفو بلاست ولا مايلو بلاست؟ ليها بقى حاجات هم بيعرفوها. يعني انا حتى كاتب لك انا كلمه كده، حاجه اسمها الاور رود، مش مهم قوي يعني. ايه الاور رود دي؟ كان يقول لك لما تلاقي الخليه كبيره كده وكانوا يعرفوا كده في حاجه كده في السيتوبلازم عامله زي العصايه، فاطلقوا عليها كلمه اور رود وقالوا دي بتاعت المايلو بلاست. مش مهم المعلومه، المهم هم بقى هيعرفوا دي مايلو بلاست ولا دي بلاست. حتى تلاقي الستات بقى، عارف الستات في المعمل، المعمل كله بيبقى فيه ميلز، فتلاقيهم يا عيني بقى يقعدوا هم الكلام بقى اللي هو بقى بتاعهم ده اهو، يقعدوا بقى يبصوا في الميكروسكوب، فيلاقوا طبعا العيل ده عيل صغير او ده شاب وبتاع بيقرا ريكويست طبعا، فتلاقي ايه تقعد تبص يا خبر ابيض يا خبر ابيض، ده البلاند فيلم كله بلاست سيل. يا عيني يا حبيبي تقعد تعمل كده، فتروح من فينادوا بقى بعضهم، تعالى يا فلان يا فلان احنا عشان نجيب عشان يبقى كونسول، يقعد يبص كله بقى يا حبيبي يا ابني ازاي؟ يا عين امك يا وهكذا. يقعدوا بقى يا عيني بقى كده، وبعد كده يكتبوا الريبورت، طبعا يطلع الريبورت بلاستات، واحنا طبعا دي لوكيميا، واحنا بكره بكتير قوي هنقول لك هي مايلو بلاستيك ولا ليمفو بلاستيك ان شاء الله. تمام؟ طب تعالى بقى خلاص انا خلصت اهو، نخش على ايه؟ هو هي انهي لوكيميا اللي هي، انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ طيب انهي لوكيميا، مش عارف حاسس ان انتوا بتفكروا في الاكل. ما انا قلت لكم ايه اجمل حاجه في الموضوع؟ احنا جعانين مش كده؟ بس هناكل ان شاء الله. على راح جبنا باذن الله هناكل. يا رب. بس كده. اللي انا عايز اقوله ان شاء الله كده، مين اللوكيميا الوحشه؟ المايلويد. الليمفو بلاستيك حلوه، بس انا كاتب لك عليها برضو مربع كده، الباد ساينز اوف اكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا مكتوب عندك. يقول لك لو الواد سنه اقل من سنتين او اكتر من 10 سنين مش كويس. لو التوتال ليكوسيتيك كاونت عدى فوق ال 100,000 دي حاجه مش كويسه. بعد ما تتوب ال 3 سيبها دلوقتي، واكتب كمان تي لينفوسايت تايب، ما هي بتطلع ساعات من البي لينفوسايت وساعات بتطلع من تي، اكتب لو تي او لو هي يعني جايه من التي لينفوسايت لاين، اكتب تي لينفوسايت لاين، يعني بتبقى برضه مش لذيذه. يبقى انا النهارده لما الواحد برضه يلاقي طفل بهذا المنظر، فانا اقول له ايه؟ الحمد لله دي طلعت من البي لينفوسايت، والتوتال ليكوسيتيك كاونت مش معدي 100,000، والبليتلت على فكره نسيت هنا بتبقى اقل من 25,000. لما انا الاقي الحاجات دي مش موجوده افرح اكتر، ده هي ليمفو بلاستيك حلوه وما فيهاش الباد بوينتس. العلاج العيان انا عايز اديله ايه؟ كيمو ثيرابي، صح؟ كيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي ده هيهجم على البوم مارو، هيبهدله. العيان اصلا جاي ايه بقى من بيتهم؟ جاي تعبان، عنده انفكشن،
خلي بالك، عنده انيميا، عنده ثرومبوسايتوبينيا، فيفرش، لا بياكل ولا بيشرب، دي هايدريتد وطلعان عين امه بالعربي. يبقى هنا مكتوب سبورتيف ثيرابي، اكتب على السبورتيف ثيرابي، اكتب هنا هنعنش المريض، هنروقه بقى، هديله حاجات من عندنا بقى، خد يابا ار بي سي، خد يا حبيبي بليتلت، مش لازم بقى التفاصيل، يبقى انا هديله ار بي سي وهديله بليتلت. طب والانفكشن اللي عنده دي هديله انتي بايوتيك جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف، وهديله ايه كمان يا هلا؟ انتي فانجل. واوعى تنسى علاج النيموسيستيكيريا، علاج ايه؟ نيموسيستيكيريا. يبقى انا كده ايه؟ روقته. ده غير ايه بقى؟ حلو بقى، بص نقعد ندي فلويد وندي جلوكوز وندي له خوافض حراره، تلاقي العيان بص يا دكتور، بص بالامانه كده تلاقي العيان بص تخش عليه تبقى ايه؟ نورمال، انت زي الفل يا دكتور، بس كل ده صناعي، انا عمال ادي له صناعي، انا عندي بريفرال، لكن البومر بتاعه يعني. انا ليه بعمل كده؟ عشان اخليه متين، عشان هنقض على البومر دلوقتي. ما ينفعش هنقض على البومر بالعلاج الشديد قبل السبورتيف ثيرابي. وهما بيتاكوا قوي 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 على الحته دي. انت لازم تسبورت العين الاول. طبعا انتوا عارفين ان الخلايا السرطانيه في اللوكيميا عدد مهول من الخلايا السرطانيه، فبيطلع منها ايه؟ بيطلع منها يوريك اسيد وبلاوي سودا. فعشان كده مكتوب عندك في المربع ان ساعات بيحصل حاجه، على فكره انا نسيت اقول كمان، في حاجه اسمها ليكوفاريسيس. يعني ايه ليكوفاريسيس؟ انتوا عارفين البلازما فاريسيس؟ لا، ده انا ممكن ادخل دم العيان على فلاتر، والفلاتر دي تشيل الليكوسايت العدد الكبير، لان الواد ساعات ايه يا دكتور؟ تلاقي التوتال ليكوسيت كاونت بتاعه 100,000. وبعدين ايه يعني ايه الليكوسايت دي؟ دي مالهاش فانكشن، وعماله تخش بقى في التيشو بقى، بيقول لك ايه؟ شيلها من الدم، شيلها من الدم، ادي انتي بايوتيك، ادي بليتلت، ودي ار بي سي، ودي انتي بايوتيك، ودي فلويد، ودي له جلوكوز، ودي له امينو اسيد، وتلاقي العيان ايه بقى زي الفل. يبقى ده علاج ايه؟ سبورت. خلي بالك من كلمه تيومر لايسيس سندروم. الخلايا السرطانيه عددها مهول. هقوم انا اديها ايه؟ هدي له علاج بقى الكيماوي. هيبتدي ايه؟ يكسر الخلايا السرطانيه. وهي عددها كبير، ثم الخلايا تتكسر يطلع اليوريك اسيد منها. اليوريك اسيد يضرب في السماء يروح داخل على الكدني جايبها الهرم. دي اسمها تيومر لايسيس سندروم. يبقى انا هدي له ايه يا جميل؟ الوبيرينول. الوبيرينول ده اللي هو هايبو يوريسيميك درجة. كده بقى انا عملت ايه في الزبون؟ نعنشته. نيجي بعد كده اندكشن اوفريميشن، اكتب عليه الهبوب. هنا بقى الهبوب، حصل الهبوب هنا. الاندكشن اوفريميشن عارف يعني ايه يا دكتور؟ بص بقى انا هدفي ايه؟ لازم تعرف هدفك. انا ههجم على المريض بادويه شديده. بص انا عايز اموت مين؟ هموت البلاستات اللي في البريفرال بلاد، اللي هي المريض منزل في البريفرال بلاد، وعايز اموت البلاستات او اموت البوم مارو المريض. هتقول يعني ايه؟ هو البوم مارو يا دكتور مش كله مريض دم؟ لا، البوم مارو فيها حتت مريض دم وحتت نورمال، حتت مريض دم وحتت نورمال. فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اموت الخلايا السرطانيه في البريفرال بلاد، وعايز اموت كمان الخلايا اللي هي المالجنم فصاي اللي في البوم مارو. ده اسمه ايه؟ اندكشن اوفريشن. هتلاقي عندك اول دواء اسمه فينكريستين. اسم الدواء بس مالكش عمر براعات خالص، اسم الدواء بس فينكريستين ادريامايسين بريدنيزون، واكتب عليه فاب اهو، فاب فاب، في فينكريستين، اي ادريامايسين، بي بريدنيزون، بي بريدنيزون. اوكي، وبعدين هضيف على الفاب
شرطة معلش الاسبرجيز. يبقى انا باجي اقول لك هتدي ايه للراجل بتاع الاكيوت؟ خلي بالك ده علاج مين الاول؟ سوري ده علاج الاكيوت للفوبلاستيك لوكيميا، ده علاج لوكيميا الاطفال اهو. قول له هديله فاب شرطه ال في فينكريستين، اي ادريامايسين، بي بريدنيزون، ال اسبرجينيز. الجرعات مالكش دعوه بيها خالص. طب همشي على العلاج ده فور هاو لونج؟ من 4 لحوالي 6 اسابيع. طيب كويس قوي. ايه علامات الريميشن؟ خلاص اهو خلصنا اهو. ايه علامات الريميشن يا اولاد؟ بص بقى الريميشن انه البريفرال بلاد ما بقاش فيه بلاستات. خلاص مفيش بلاستات. طب اسال سؤال ذكاء، هي البلاست سيلز دي نورمالي موجوده في البون مارو ولا مش موجوده في البون مارو؟ البلاستات موجوده بس بنسبه بالظبط كده اقل من 5%، اقل او يساوي 5%. فانا هنا لازم اقول ايه بقى؟ ان علامات الريميشن ان البوم ان ان البريفرال بلاد ما فيهوش بلاستات، بوم مارو بقى فيه بلاستات اقل من 5% والعين اتحسن. يبقى انا كده عملت ايه؟ اول هجوم. بص دي الهجمه الاولى لسه، خلي بالك. طبعا ساعه الهجوم بالفاب فينكريستين ادرامايسين مش عارف ايه ده هجوم ضاري. فبص تلاقي الخلايا السرطانيه دي كلها ماتت. اللي مات بقى في البلاد واللي مات في البون مارو، ففي خلايا سرطانيه تستخبى كله بقى يجري. فتلاقي في شويه نطوا فين؟ راحوا مثلا استخبوا في الليفر، في شويه استخبوا كده مثلا في الجول بلادر. يقول لك تعالى نستخبى في الحته دي لاحسن عشان ما يجيلناش الدواء. مش عارف يستخبوا فين، فيقوموا يدوا علاج بعد الفاب اسمه كونسوليديشن سيرم. وكلمة كونسوليديشن عارف معناها ايه كده بالبلدي؟ انتنسيفيكيشن، يعني انا هدوس عليك بالدواء عشان اموت اي خليه سرطانيه هربت. ما هو لازم اي معركه فيها هجوم بتلاقي في ناس ايه ساعه الهجوم بتهرب، بعد ما المعركه تخلص يقول لك هجيبهم انا بقى، يقعد بقى يلقط فيهم. فانا هلقط فيهم بايه بقى؟ بالكونسوليديشن. حط دايره حوالين حرف السي بتاع كونسوليديشن عشان الحته دي اصلا عايزه ايه؟ اعرفك ازاي تحفظها. الحته دي عايزه شويه حفظ شويه، معلش انا اسف. كونسوليديشن هنحط دايره حوالين حرف السي، وهتلاقي صنفين دواء عايزك تعرفهم بحرف السي. سايكلوفوسفاميد اللي هو اسمه اندوكسان، وفي دواء تاني اسمه سايتوزين ارابينوسايد. خلي بالك على السكان ده بيسال هتعالجه بايه؟ انا مش طالب منك جرعات يابا، قول لي اسم الدواء. طب بص حرف السي سايكلوفوسفاميد، بيتهيألي ده لوجيك. يعني هو ايه؟ ايه الدواء اللي بحرف السي يا ربي؟ ايه الدواء بحرف السي؟ ان شاء الله سايكلوفوسفاميد. يلا لكن سايتوزين ارابينوسايد تحس ان انت ايه برضه؟ هيترمي النافوخه. يقوم اسمه التجاري يحل المشكله. علم على الاسم التجاري اسم رنان ارا سي. ايه رايك في الاسم؟ بتاخد ايه؟ ارا سي. الله ده انت ستايل، انت شيك. كلمه ارا سي بص، ارا ارابينوسايد، سي سايتوزين، ما هو اسمه كده. يبقى كونسوليديشن حرف السي، سايتوزين ارابينوسايد، وايه؟ وسايتوسفاميد. كده انا عملت ايه؟ رحت مموت الخلايا السرطانيه اللي هي هربت هنا وهنا واي ريزيديوال مالجنس. يبقى مجموعه من الخلايا السرطانيه بقى بص هيروحوا فين؟ يقول لك اطلع بسرعه اجري عند المننجيز. هيستخبوا فين؟ في سي ان اس. ليه بقى؟ لان الكيمو ثيرابي ده كله ما بيعديش البلاد برين بارير. طب انا مش عرفت الخلايا السرطانيه فين دلوقتي؟ يقول لك ده في حبه فوق في البرين. يروح عامل ايه عندك بقى في مربع كده؟ عالم على اول سطر فيه
انتراسيكال ميزوتريكسيت. هروح مديله ميزوتريكسيت فين؟ انتراسيكال يعني في السي اس اف، تروح طالع لهم على النافوخ على طول، هداله في ظهره كده، تروح طالع على النافوخ. يبقى بص يلا بقى نحفظ، يلا اندكشن اوف ريميشن، ده اني لوكيميا اكيوت ليمفوبلاستيك ليوكيميا ف ال في، يلا سمع، في فينكريستين، اي ادرامايسر، بي، البي دايما في الهيماتولوجي بيطلع بريدنيزون ما تلاقوش، ال اسبريجنيز. طب ده الايه؟ اندكشن اوف ريميشن، حلو قوي. طب كونسوليشن ثيرابي، خدنا حرف السي سايتوفوسفامايد وسايتوزين ارابينوسايد اللي اسمه التجاري ارا سي كده، تمام. طيب عشان اعمل حاجه اسمها سي ان اس بروفيلاكسيس، لان بيقول لك ان الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا عاده الخلايا بتطلع فوق في النافوخ، يروح فعله مين؟ انتراسيكال ميزوتريكسيت. هو بيدوا حاجات كمان معاه، كفايه انتراسيكال ميزوتريكسيت كده الواد ان شاء الله خف. يبقى ايه بقى؟ مينتنس ثيرابي. حط اصحى يا اصحى سبوس، هديك بالعصايه في نافوخك. مينترنس، حط دايره حوالين حرف الام بتاع مينترنس، وهتلاقي عندك صنفين دواء بحرف الام. مين هما يا جميل؟ ميركابتوبيورين وميزوتريكسيت. ميركابتوبيورين وميزوتريكسيت، هيمشي عليهم بقى حسبة سنتين ثلاثه كده الورم خف، ربنا بقى يسهل والموضوع ما يرجعش تاني. يبقى الباراجراف الصغير وبراءه. احنا الاربعه عايزين يبقى معانا جنرال. سوري احنا خلصنا جنرال. هبقى اشوف بقى السايكاتري، هشوف الحكايه دي. طيب على فكره موضوع بالمناسبه، موضوع ان احنا خدنا اربع دوبل الثانيه دي، مش عارف انا حاسس ان الاربعه ان احنا ما بناخدش حاجات كتير برضه. وفي ناس ما بتحضرش وناس مش عارفين. يعني الحرب الجاي ايه؟ يعني طول في الحد وبلاش في الأربعة. يعني بس أنا شايف فور، ما أنت شوف تعبانين. بس هو احنا كده الصبح ومن الصبح هو انا اقول لك على حاجه. بصوا احنا ممكن ناخد كده ايه كشف بالعناوين بتاعتنا، وانا هجيب انا تروسيكل، حاجه اسمها تروسيكل. طبعا طبعا انت عارف الحاج عارف التروسيكل، دول ما عرفوش تروسيكل. والف على البيوت ومعايا البتاع اللي هي العوعوعه بتاع كده، واروح ضارب الكلاكس كده ونعدي على بيت بيت يا عم ونشرح اللي انتوا عايزينه. هي شكلها كده. طب يلا بقى اخر حته اللي هو ايه بقى؟ علاج انهي لوكيميا بقى؟ اللوكيميا اللي جايه، علاج اللوكيميا الايه؟ بتاعت الشباب، اكيوت مايلويد لوكيميا. خلي بالك اوعى تنسى السبورتيف ثيرابي ده علاج للكل، ده علاج لايه؟ للكل، عشان تبقى عارف. طيب دي بقى علاجها بسيط قوي. اول حاجه اندكشن اوف ريميشن، هتلاقي الدواء اسمه ايه عندك؟ سايتوزين ارابينوسايد برضو، خلاص احنا عرفناه ار سي، بس معاه ادريامايسين وبس، ما تسافرش حاجه تاني. يبقى ده اندكشن اوف ريميشن. اكتب الاندكشن اوف ريميشن هنا بيبقى صعب صعب. مين يقول لي انا قلت ايه في الاندكشن اوف ريميشن في اللوكيميا اللي فاتت؟ انا قلت انا عايز اموت البلاستات اللي في البريفرال بلاد، وعايز اموت المالجنانت فوساي اللي في البون مارو، وعايز احافظ على الريزيديوال بون مارو الطبيعي. عارف انا هنا عايز اموت مين؟ انا عايز اموت البون مارو المالجنانت والطبيعي، على اساس ان البون مارو الطبيعي بعد كده بيرجع يتكون تاني. ليه بقى؟ عارفين ليه؟ من شده الريزيستنس بتاعه المايلويد لوكيميا. بيقول لك الدوز اللي انا هديها هتموت البون مارو كله. فيعني عشان كده بيقول لك الريميشن صعب، وللاسف الناس بتموت في هذه اللحظه. طبعا اللوكيميا دي انا اديت ايه؟ اندكشن اوف ريميشن. لا
لما انا اديت الاندكشن اوف ريميشن راح حصل ايه بقى يا دكتور؟ حصل ايه؟ راح حاصل انه هو يعني ممكن يتحسن ويبقى كويس، لكن مع الاسف الموضوع صعب. ففي ناس بتقع في اللحظه، بيدوا كونسوليديشن ثيرابي بس بنفس الطريقه بتاعت الاندكشن اوف ريميشن. يعني ايه يا دكتور؟ يعني يعملوا انتنسيفيكيشن برضه بالعلاج لمده حوالي كمان 4 أسابيع. يقول لك ده هو حصل له ايه؟ ريميشن، كمل شويه. طب وبعدين؟ السي ان اس بروفيلاكسيس بيقول لك ممكن اه ممكن لا. ليه؟ لان الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا بتاعت الاطفال هي اللي بتعمل انفلتريشن للمينينجيز، دي اقل. يبقى ممكن ادي سي ان اس بروفيلاكسيس وممكن ما اديش اللي هو الانتراسيكال ميزوتريكسين. طب احنا قلنا في اللي فوق مينتنانس، والمينتنانس كان بحرف الام. هنا بيقول لك المينتنانس اكتب غايه في الصعوبه. يعني الاندكشن اوف ريميشن كان صعب، يعني عشان انا اخففه في صعوبه شديده. طب عشان اعمل له مينتنانس واحافظ على كده اشد صعوبه، يبقى الحل بون مارو ترانسبلانتيشن. يبقى لو انت عرفت تخففه بالاندكشن اوف ريميشن ازرع نخاع، بون مارو ترانسبلانتيشن فورا. في مريض هحكي لكم حكايته عشان تبقوا عارفين برضه عشان تحس باللوكيميا. المريض ده طبعا الله يرحمه، ده كان زميلنا الله يرحمه. كنا احنا تخرجنا من الكليه بعد التخرج كده بحوالي 6 7 سنين، فكنا احيانا بنتقابل بقى زي ما انتوا كده ما تتخرجوا ان شاء الله هتبقوا برضه مشتاقين لبعض وعايزين نشوفوا بعض ولازم نشوف بعض. فالمهم كنا بنخرج سوا احنا اصحابنا كده، كنا 10 12 واحد بنتقابل كل فتره، وكنا بقى تخصصنا كلنا وكلنا اتجوزنا وخلاص الموضوع يعني. فطبعا بقى ايه بتزهق من الجواز وبتاع، فتبقى عايز ترجع تقابل اصحابك بتوع زمان. فهو الله يرحمه كان اسمه خالد. فجينا في مره من الخروج هو كومبليتلي هيلثي مش عارف ايه، فجه في مره لقيناه بيتصل بينا، يا جماعه انا ايه مش هقدر اخرج النهارده. ليه يا خالد؟ والله انا سخن، عندي شويه سخونيه. فاحنا خرجنا احنا عادي، وبعد ما خلصنا كده الخروجه فجينا قلنا ايه؟ طب ما تيجي يا عيالي نعدي على خالد في البيت برضه نطمن عليه. فروحنا. طبعا فينا ناس بقى باطنه وناس جراحه وناس نساء وناس مش عارف ايه، هو كان دكتور نساء الدكتور خالد الله يرحمه. فالمهم طبعا ايه؟ هو قاعد بقى معانا بس هو هي از ال يعني تحتان. فهو بيقول ايه؟ عمال يقول انا يا جماعه بس عندي وجع طقي كده، وجع من تحت شويه، فده اللي مضايقني. فطبعا مين بقى قاعد؟ واحد بتاع جراحه، فكل واحد بيلعب على ليلى. قال له لا وريني لازم اشوف. فراح لف وكده وراح مقلعه كده، لقى فيه بيريين ابسس بيتجوز. قال له يا ابني ده بعد خروج تحت. الواد مش فاهم. فروحنا واخدين بعضنا، طب يلا بينا بقى نطلع المستشفى، لان الواد قال ايه ده لازم يتفتح. فروحنا رايحين فين؟ مستشفى لعين شمس تخصصي بتاعتنا، دي اللي هي زي الفرنساوي بتاعتنا. كانت لسه بقى لانك مستشفى، كانت لسه لانك. الكلام ده عارفين امتى بقى؟ يوم ما العراق سنه العراق ما دخلت الكويت سنه 90. كنتوا انتوا ما اتولدتوش بتهيألي؟ كان عندك سنتين. فالمهم رحنا فين؟ عين شمس تخصص. فطبعا احنا دكاتره وده دكتور وزمايلنا هناك واصحابنا وهو هيلسي، فيعني بص ما عملناش حتى بصراحه اي انفستيجيشن. رحنا نازلين على طول على تحت، وقال لك انا بس هشممه شم بنج كده سريع كده واروح فاتح. المهم فتح الخراج وتمام التمام، واحنا قاعدين فوق مفيش نص ساعه طلع. فلما طلع فطبعا هو بيبقى لابس كده عارف اللي بيبقى ايه خارج، بيبقى لابس جاون كده اللي هو. فالواد طبعا احنا بقى ايه اتعرى كده الجاون كده، فلاقينا عند الجرافيك اللي هنا الدنيا مزرقه. انتوا عارفين هم في البنك يقعدوا يفوقوا العينين بايه؟
يقعدوا يدوسوا على الحته دي كده عشان الواحد يفوق. هنا في نيرف اندنج بتاع التخليرة، هو بيدوس بقى عشان يفوق. فالواد عنده ايه؟ ليدنج بزنس، راح الحته دي كلها ازرق. فطبعا لما طلع عندنا احنا بقى نشوف مين الحمار بتاع التخدير، شوف لي مين اسمه ايه اللي تحت، احنا هننزل ده ايه ده، ده ده خف جمل ده ولا ايد بني ادم، اي كلام بقى. فالمهم فبدا هو يفوق. فطبعا انتوا عارفين الاندوتراكيليوم بتبقى دايما تعمل كده وجع بعد ما الواحد يعمل عمليه. فهو طبعا عمال يقول يا اخي زوري وجعني ومش عارف ايه، معلش يا خالد ما عشان الانبوبه يا ابني وكده وبتاع. فيا دوبك ايه قاعد هو يتنحنح يتنحنح كده ويكح كده، لان راح جاب ايه دم ليد انتهى كل ده. ولا احنا بنفكر في اي حاجه، بص ما بنفكرش في حاجه يعني يا جماعه، ده احنا دكاتره ولا صحينا واحنا هنعيا ولا ايه؟ خلي بالك الدكتور كده كان دكتور. فالمهم بصينا لقينا ايه، واتخانقنا وبتاع التخدير والله العظيم ابدا، ده انا حاطط له الانبوبه كذا. المهم وراح راجل تاني يوم الصبح، المفروض بقى يبقى حلو كده، لقيناه بيقول ايه البتاع بترجعني برضه ومش عارف ايه. راح لاقي بتاع الجراحه بص تاني، فلقى ان البتاع عمال يجمع تاني، هو عنده مشكله ازاي. فطبعا جينا قلنا ايه، طب نعمل بقى يا جماعه انفستيجيشن ازاي بعد ده كله يعني. فرحنا عملنا ايه الصبح سي بي سي، لنا توتال اوكسيديك كاونت طبعا الافات صوم وسندوبيه، فعرفنا ان هي ايه لوكيما. اتنقلنا بقى المستشفى كده كبيره يعني فيها ناس بتوع هيماتولوجي جامدين جدا. فطبعا راح، فلما رحنا بقى معاه فاحنا بقى قابلنا بروفيسورز بتوع هيماتولوجي كانوا معظمهم الحقيقه هنا في القصر العيني، وكان في ناس برضو من الجيش، يعني كان في ناس من الجيش كانوا بيسافروا بره كتير، بس هم كان الغالبيه من القصر العيني. كان القصر العيني في الوقت ده في الهيماتولوجي هو متفوق عننا بكتير يعني الحقيقه. فالراجل طبعا بيقول طب يا دكتور بقى مش هيبدا بقى يديله الدواء ازاي هو الاميون سبريش؟ قال لك لا ده لازم الاول هنديله اللي هو بقى ايه العناشر. فقعد يقول لا ده احنا لسه هندي بقى انتي بايوتيك وهندي بليتلت وهندي، قعد بقى يشرح لنا استاذ كبير يعني، وقعد يفهمنا بقى الموضوع هندي كذا وكذا وهندي فلويدز وانتي بايوتيك والحراره ويبتدي كده ياكل وبتاع. وفعلا الواد بقى كويس جدا كويس جدا. بس هو طبعا هنطلب ايه بقى هناك بوم مارو اكزامينيشن، بس احنا عايزين نعمل بوم مارو. خالد لسه مش عارف هو فيه ايه، ده مصر الخراج عمل ومش عارف ايه بتاع. فانا طبعا كنت انا بقى ايه مع زمايلي، وانا بقى ايه يعني كنت انا امراض بطنه فيهم، فانا اللي هعرف اتصرف. فانا قلت لهم ايه خلاص انا هقول له ان احنا ادينا له في التخصص الدلاسين سي وكليندامايسين عشان الخراج، فعملوا صوم بسيتوبيا، فده السبب اللي احنا هنعمل لك بوم مارو اكزامينيشن. فرحنا فين عملنا بوم مارو اكزامينيشن، فسبب اللي هو ايه لوكيميا اكيوت مايلويد لوكيميا. راح واخد بقى العلاج. هو كان على فكره خالد ده كان فيري ريتش، كان غني جدا، وكانوا هيسافروا بقى فرنسا، كان ايام فرنسا بقى هي اللي بتعمل بوم مارو ترانسبلانتيشن في هذا الوقت. فقالوا لا وبتاع احنا ممكن نعمل اندكشن اوف ريميشن بس هنا ونظبطه وبعد كده ايه يسافر. راح واخد الايه العلاج. طبعا هو بقى تخيل برضه يا اخي دكتور برضه هو شايف اللي بيحصل فيه، هو عارف، هو بص كل اللي عنده بص حاجه ما تتكلمش خالص. بص يا دكتور قاعد في المستشفى حوالي مش قاعد شهر، بقه ده ما قالش كلمه. هو بس مره واحده بس راح قال لي سالني انا والله، قال لي هو في ايه؟ قلت له بس حكايه الثرومبوسيتوبينيا وبتاع كده. بص لي كده خد العلاج ومشي العلاج. العلاج طبعا شديد الميونو سبريشن، طبعا تعب جدا وراح دخل في نيمونيا نيمو سيستيك رينياي ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم دايت. من ساعه ما كان نورمال بيرسون 100%
الى ان اصبح جثه هامله اهو، مش عايز اقول لك حوالي 28 يوم. دي كان منظر، شوف انت بقى كده، ده اللي هو المنظر. فيعني ربنا يكرمنا الشر، وانا برضه قلت لكم القصه دي عشان يعني ايه نقرب من ربنا اكتر، نعرف ان الموت قريب لينا اكتر كلنا، وربنا يعفو عننا. وسنه طيبين. واقول لكم برضه كلمه بمناسبه رمضان، بس كلمه مرحه بعد القصه الحزن دي. بمناسبه هذا الشهر الكريم احب اقول لكم وحوي يا وحوي. عشان شكلكم زعلتوا بس.